معرفش مؤمن لا الماتش رجع خلاص خلاص رجع رجع، مؤمن زكريا رجع. معرفش برضو دي الجاهزية بتاعته هتبقى ايه، لانه بعد الناس الكتيرة اللي جاهزة دي ممكن مؤمن ما يلحقش يلعب مثلا، لان الماتش خلاص بقى 3 4 ناقصه 3 4 ايام ممكن يبقى موجود برضو، فالامور فيها اشتباك. لكن زي ما انا قلت لك في 9 لعيبة اعتقد هيبقوا موجودين، يعني عندك شريف اكرامي، عندك عندي انا اسف يا كابتن، انا اتفضل بقطعك. دي طبعا عمليه استلام التذاكر المباراه الاهلي والترجي، ويعني المهندس محمود طاهر يعني بنفسه بيتابع هذه العمليه ان شاء الله. اتفضل يعني يا ان شاء كابتن. الله تسمحوا لنا بعدد اكبر من الجماهير. حضراتكم شفتوا منظر الجماعه عامل ازاي، حضراتكم شايفين احنا بنتكلم عن الماتش ازاي. لسه الماتش لسه يعني يوم 16، لكن بنتكلم فيه من دلوقتي. ماتش مهم جدا لمصر كلها، يعني بطولة غايبة عن مصر بقالها فترة. اعتقد ان انتوا لازم تساندونا جماهيريا في حدود المستطاع ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. في عندك 9 لعيبة على الأقل شهور هيلعبوا، عندك شريف إكرامي، عندك فتحي، عندك رامي، عندك سعد سمير، عندك معلول معلول، أنا ما أعرفش برضو جاهزيته دلوقتي إيه، اكيد هيبقى جاهز، أنا موجود. بقول هو لك كان عنده بس مشكله في ظفره وخلاص، يعني كابتن حسام امبارح قال كان ممكن يلعب بس احنا خفنا عليه. لأن حسين امبارح ابتدى يرجع يعني، فدي نقطة. لكن المعلول لو جاهز هيلعب، حسام عاشور والسولية هيلعبوا أنا متأكد، عبد الله السعيد هيلعب، أجاي هيلعب، أزارو دول ما فهمش كلام. أزارو هيلعب. وأزارو بحكم إنه دلوقتي هو رأس الحربة اللي موجود، لكن أفريقيا ممكن جدا في التوتر اللي حصل ومش عارف يجيب جول، ممكن أنا قلت لك ممكن لو كان مؤمن جاهز قوي ووليد سليمان جاهز قوي واسلام محارب متأيد افريقيا دلوقتي وصالح جمعه، كان ممكن يبقى جاي هو اللي راس الحربه وازارو يبقى موجود على دكه البدلاء. لكن انا اتصور في بعض الاصابات والناس راجعه وبتاع، ممكن يلعب ازارو هو اللي قدام واجاي على الطرف الشمال قدام معلول، يبقى معلول واجاي هم اللي على الطرف الشمال، فدول شهور هيلعبوا يعني. بعد كده هيبقى الاختلاف هل وليد سليمان